خلينا نروح للإدارة. إدارة واعية طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب، بتوفر للفرقة كل الدعم اللازم سواء أدبي ومعنوي، وحط تحته 100 خط. كابتن محمود الخطيب مع الفرقة في كل مكان، في كل مباريات، في المباريات حتى النتيجه نتائجها مش محسومه ولسه ما عندهاش ضامن المكسب، كابتن محمود الخطيب بيكون اول واحد هناك. فاذا في دعم معنوي شديد جدا من اداره النادي. مسؤولين الصفقات الحقيقه على مدار الثلاث سنين او اربع سنين اللي فاتوا، كل صفقه بتيجي النادي الاهلي صفقه بتعمل الفارق. صفقه مش مجرد انها صفقه وخلاص، صفقه بيتم دراستها جيدا. عندنا الصفقات الاخيره مثلا في خط الهجوم اللي عاملين فارق كبير جدا، محمد الشريف وطاهر محمد طاهر. دي صور طبعا لحضور كابتن محمود الخطيب لاخر تدريب في استاد السلام والسلام، اللي حضروا ودعم الفريق وكان قريب منهم. اللي عايز اقوله انه الصفقات خط الهجوم مثلا محمد الشريف وطاهر محمد طاهر، صفقتين النادي الاهلي تعاقد معاهم، عملوا الفارق ولا لا؟ عملوا الفارق. بدر بنون عمل الفارق ولا لا؟ عمل الفارق. صفقات النادي الاهلي بيدور على الكواليتي وليس الكم، الكواليتي وليس الكم. فطبعا الصفقات اللي بيدعم بيها النادي الاهلي الفتره دي صفقات من العيار الثقيل، وده نتيجه التخطيط الجيد لمسؤولي الصفقات واختيار جيد طبعا على راس المنظومه دي كابتن محمود الخطيب. هو اسطوره ونظرته في اللاعبين بنسبه كبيره لا تخيب. خلينا اقول لكم برضو على حاجه مهمه تانية، انه طبعا المكسب بيجيب مكسب، هو ده اللي انا شايفه. كل ما نكسب كل ما هيجيب مكسب، ونتمنى ان شاء الله يا رب التوفيق للفتره الجايه للفريق، ونتمنى يا رب نشوف الفرقه دي تكرر الانجاز الكبير اللي عمله جيل بركات وتريكا وكابتن اسلام الشاطر. نتمنى ان شاء الله ان ده يتم تاني.